السعودية تؤكد مجددا دعمها للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليونان بأبو ظبي. الجيش الليبي يحاصر مرتزقة سوريين في طرابلس. المغرب يعلن تفكيك خلية داعشية تنشط في 3 مدن. الكويت تكشف عن تصميم جناحها في إكسبو 2020. الجيش المصري بالمركز 9 ضمن أقوى جيوش العالم في 2020. الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على أراضي 1967. منظمة الصحة العالمية تقول إن فيروس كورونا لا يشكل وباء عالميا. شفاء 632 مصابا بفيروس كورونا في الصين وخروجهم من المستشفيات.